خير يا دادا؟ أنا آسفة يا هانم، بس في واحدة واقفة على الباب بره بتقول إنها عايزة حضرتك. عايزاني أنا؟ أيوه. ما قالتلكيش اسمها إيه؟ لا ما قالتش، بس هي قالت إنها عايزة حضرتك. طيب عن إذنك يا طاهر. الله حبيبتي يلا. إنتي؟ إنتي إيه اللي جابك هنا؟ عايزة أتكلم معاكي. إنتي الإنسانة الوحيدة اللي فكرتك أتكلم معاها بعد اللي حصل. عشان انا عارفه ان انتي بتحكمي على الناس باحساسك مش بحاجه تانية. للاسف ساعات احساسنا ما بيكونش صح، ساعات احساسنا بيخدعنا، او اللي احنا بنحبهم بيبقى عندهم قدره فظيعه على التمثيل وبيقعدوا يوهمونا ان هم ملايكه ويوهمونا بالبراءه وهم في الحقيقه شيطان. هو ده اللي انتي عايزه تقوليه؟ انتي جايه عايزه ايه يا ولاد؟ جايه تقولي لي ايه؟ ما خلاص اللي حصل حصل، والحقيقه كانت باينه زي الشمس. وبصراحة أنا مفيش في إيديا حاجة أعملها لك، وما أقدرش أقنع رامي بحاجة أنا نفسي مش مقتنع بيها. والله العظيم مش أنا، الصور دي مش بتاعتي، كل اللي أنت فاكراه حقيقة ده مش حقيقة، كله متفبرك. أنت عارفاني كويس وعارفة إن أنا مش ممكن أعمل حاجة زي دي، ولا عمري هخون رامي، ولا عمري هعمل أي حاجة من كل الحاجات اللي أنت شفتيها دي. بس كل الموضوع إن أنا كنت ضحية لواحد ما عندوش أي ريحة الدم ولا الضمير ولا الأخلاق عشان يعمل كده. والله العظيم ما عملت حاجة أنا. انت عماله تقولي لي في كلام مفيش فيه دليل واحد، واي حد عنده ذره عقل واحده مش ممكن هيصدق الكلام اللي انت بتقوليه. الدليل ان انت عارفاني كويس قوي وعارفه ان انا مش رخيصه ومش ممكن اعمل حاجه زي دي، ولا عمري هخون رامي، ولا عمري هجرحه، ولا عمري هعمل فيه اي حاجه. ما انا لسه قايله لك دلوقتي ان ساعات اللي بنحبهم بيعرفوا ازاي يمثلوا علينا.